والسلام على رسول الله. نواصل بإذن الله تعالى مع سورة الأنبياء من الآية 48 إلى الآية 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم لا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دنيا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم يسحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا
كنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إن ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إن
إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين لا يقولن مضمومة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين 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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إن إنما منذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين زين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. نمر إلى القراءة الفردية. تفضلي. السلام. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الدعاء إذا ما ينذرون. عودة ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا لولا تحقيق الثالث ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بارك الله فيك. آيدة الأخرى لا مش هي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صحيح كبير صحيح. ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بارك الله فيك. رد بالك من الوقت أنا ما تقفش غادي كان لا يقولن يا ويلنا مش باهي الوقت. السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صحيح. الله يبارك فيك. السلام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء لا مد في الثانية الأولانية لا بل متعنا هؤلاء وآباءهم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الله يبارك فيك. باهر سيد. قال لي بعد وين. السلام. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وعلى الله بالدين سلام قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين بارك الله السلام عليكم ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون ولقد
لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله يبارك الله السلام عليكم. الضحكة دي فيها حاجة. هذا يا صاحبي لو طول احكي لك عليه هذا صاحبي كبير يسر. هاي قل من يكلمكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين الله يبارك فيك الله فيك الله شكرا جزيلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأفأنتم له منكرون بارك الله فيك قل من يكلأكم من الرحمن عاوزها ترحم قل من يكلأكم رد بالك كأنك فما شوية نوع من القلق لا في الكيف قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم مشفقون معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين الله يبارك جيد باهي السلام ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد أتينا موسى ولقد
آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بارك الله فيك قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ها وين مشيت قل من يكلؤكم اللي بعد بل هم عن ذكر الله عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة أم تمنعهم من دوننا ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآبانا وآبائهم حتى طال في عقلك يا ودي بتزرق بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أقرب شوي بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أنذركم بالوحي قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك فيقولون يا ويلنا إنا كنا من الظالمين صاحب الله اليوم مش فور مع حمزة اليوم مش بيه اليوم مع حمزة ها تعب اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله يبارك ما شاء الله السلام عليكم الله قل من يبلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن
كنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. شكون مستهل الناس كلها خلاص. كم من الناس تخلي كم من الحاجة؟ السلام ونضع الموازين القسط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا وضياء وذكرا للمتقين. ضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بارك الله فيك. الله يبارك.